هذه الخزنة التي أحضرها تويو من الجنوب. فتحت. من هنا؟ ما هذا؟ سارق تعالوا. لصوص اخرجوا جميعكم. لصوص هيا جد. هرب من سطح البرج. احضر السلالم. من اين يهاجمنا؟ انظروا انه فوق. انظروا كيف يطير. انه يطير يا ويلي. عجيب امره. عجيب. هل انا في حلم؟ انه يطير انه يطير. ماذا؟ طير دخل البرج في قصر أوساكا سيدي. أسلوب جديد يستعمله الأعداء. في الأمر خدعة ما. لم أسمع أبدا بهذا الأسلوب سيد سارة. سمعت أن مستندات مهمة تتعلق بمستقبل تويو كانت محفوظة في الخزنة. لابد أن اللص كان يسعى وراءها ويجب منعه بكل وسيلة. فهمت يا سيدي. علي أن أنصب كمينا في برج القصر للحفاظ على الخزنة. موافقان؟ حاضر سيدي. موقع رائع يسيطر على مدينة أوساكا بكاملها. تعال يا جامبو. ليس هذا وقت الانفعال. اسمع يا ساسوكي، لم نأتي إلى هنا للتفرج على مناظر أوساكا الطبيعية. نحن هنا للمحافظة على الخزنة ولسنا في رحلة استجمام. لن أتحرك من هذا المكان مهما كلف الأمر. ما سبب هذا الجد المفاجئ؟ ماذا جرى لي جامبو؟ ألم تنتفخ معدتك بعد؟ لا أقدر أن أتحمل الانتظار دون أن أكل. مسكين. هذه هي نتيجة النهم. هي جامبو، ما هذا الصوت؟ جامبو استفق يا جامبو. استفق. هل حان وقت الإفطار؟ هناك صوت غريب. جامبو جئتم يا أوغاد؟ أنا ساسوكي من محاربي القائد سنادا. وأنا جامبو الجبار. قولوا من أنتم وإلا سوف تندمون على ذلك. قولوا من أنتم. بدون أسئلة لنقضي عليهما. ساسوكي الباب لا يفتح. هكذا أفضل. هم أيضا لن ينزلوا السلم إلينا يا جامبو. أنت على حق. ليس هذا وقت الإعجاب بحديثي. مستعد؟ حسناً. هجوم. إيه جامبو، لا تضرب بشدة وإلا تحطم البرج. إني أحاول، إني أحاول. تسلق من الناحية الأخرى. هيا. ما بك ترتجف؟ أخاف الأماكن العالية. جبان، تخاف الأماكن العالية يا عديم النفع.
عديم النفع. سألحق بهم لوحدي. استعدوا، الوحش الطائر. الوحش الطائر؟ يجب أن أمنع. مكانك. اترك ساقي، اتركني اتركني. لا أطيق أن يدعوني أحد عديم النفع. أنا هنا لأقاتل، أجل لأقاتل، ولكن ساسوكي ماذا تفعل؟ ماذا تحاول أن تفعل؟ ألا ترى؟ تمسك بالساق بسرعة. هيا حسنا. اتركني لا تخاف ساسوكي، نجدة، أنا لن أرتفع، أخاف الأماكن العالية. اتركني اتركني. لا أبدا، لن أتركك لن أتركك. لننتهي من هذا الوضع. لا جونا. لا لا يجب أن يهرب. ساسوكي النجدة، أنا لا أجد السباحة. النجدة، أنا لا أجد السباحة. حاول أن تعوم، أنا مشغول. الوحش الطائر، ما هو الوحش الطائر؟ حصرناك أخيرا. الوحش الطائر لن يموت. البطيها على الأرض. بعد كل هذا العناء. ساسوكي الصديق عند الضيق، كنت أغرق. ماذا؟ فجر نفسه؟ بالضبط ما كان عليه أن يفعل. مدارس النينجا هذه تعلم الناس أن يقتلوا أنفسهم لأي سبب ليرقد بسلام. أنا من مدرسة النينجا ولا أقدر أن أفهم هكذا التعاليم. جامبو عليك أن تنتبه جيدا للبرج. حراسة البرج سهلة، أما الطيران فهو الذي يخيفني. البرج في عهدتك، سألحق أنا بالوحوش الطائرة. ماذا؟ ظهرت وحوش طائرة. أجل سيدي، أتعرف من هي؟ منذ زمن بعيد يعتقد الناس أن وحوشا طائرة تسكن في جبال هيدا، لكن لا أحد يعرف من هي بالضبط. إنهم في الحقيقة أشباح. أشباح. جبال هيدا واسعة جدا، كيف سنجدهم سيدي؟ الأمر سهل، لابد أن يكون لهم برج للمراقبة كما في كل القصور الشاهقة. برج للمراقبة في الجبل؟ معك حق. ساسوكي اذهب يا بني. حاضر. جبال هيدا، سأبقى هنا وأراقب لعلي أعثر على مخبأ الوحوش الطائرة. لا شيء، لا أرى شيئا. ها؟ ما هذا؟ الموت لساسوكي. يا إلهي. الكرة النارية. أن هذا هو معقل الوحوش الطائرة. أحدهم مستلق على الأرض. الحمد لله إنه حي. هل أنت بخير؟
عطي لرشدك. ها أفقت أخيرا. أنت مصاب بحروق كثيرة، دهنتها لك ببعض الدواء، غدا سترتاح ولن تشعر بأي ألم. هيا كل. لما أنت خائف؟ لم أضع السم في الطعام، كل. انظر إلي، أترى؟ أنت جائع جدا. انتبه، أنت بخير؟ من هؤلاء؟ أنت اعتقدت أنك أموت؟ لن أهرب بعد الآن يا سيدي، أرجوك ارحمني. هل نسيت القوانين يا شنتا؟ هيا غلطة جزاؤها الموت الزؤام. مهلا عما تتكلم. لا دخل لك أنت بالموضوع، لكن بما أنك رأيت كل شيء فيجب أن تموت. ها؟ القفص الحديدي. شينتا ابقى هنا. كوكا فن التكاثر. ماذا؟ يا ويلي. أنت أيضا من النينجا، خدعة عظيمة. لا شيء جديدا. قل لي، لما كان الجنود يلحقون بك شنتا؟ يلحقون بي لأنني وقعت. وقعت؟ لا أذكر شيئا عن أهلي. عندما جاءوا بي إلى هذا المكان كنت صغيرا جدا. أعتقد أن الوحوش الطائرة هي التي خطفتني. منذ الرابعة من عمري بدأت تمارين النينجا. أولا كان علي القفز من مكان عال. الأولاد الخائفون كانوا يدفعون دفعا. في سن العاشرة كان علينا أن نقوم بامتحان صعب، فبعد أن يعلقوا أجنحة على ظهورنا كان علينا القفز من أعلى الشلال والهبوط على صخرة في منتصف الطريق، والذي يخطئ الصخرة يقع في الشلال ويموت. أنا فشلت، وقعة ستكلفني حياتي، أنا خائف. هذا ليس فن النينجا، أنا مارسته بنفسي وتدربت جيدا كي أستعمل هذا الفن للدفاع عن العدالة، ولكن لا أقبل أبدا بمنطق الموت عند الفشل، لا أقبل. قل لي، أين هو معقل الوحوش الطائرة يا شنتا؟ قل لي أين هو؟ ماذا؟ أريد القضاء عليهم وإنقاذ الأطفال الأبرياء من شر هؤلاء الوحوش. سأدخل أنا المقر، اذهب أنت إلى الأولاد لشنتا. فشلك الثاني في قصر أوساكا أزعج القائد كاوا كثيرا. أرجوك أعطنا فرصة أخرى. إنه هانزو هاتوري يوجد هنا أيضا. القائد كاوا لن يرضى بسرقة المستندات من الخزنة، إنه يطلب خدمة أكبر. ماذا تقصد؟ أعني أن تنسف قصر أوساكا بكامله، هل فهمت؟ نسف القصر بكامله؟ حسنا، وبعد ذلك يا سيدي ماذا تريد؟ بعد ذلك ستصبح بمنزلة رجال هانزو هاتوري، ونعاملك كمساعد للقائد كاوا. إياك أن تخطئ هذه المرة، إياك. حاضر، إنها اللحظة الحاسمة، أريدكم أن تستعملوا كل القنابل وأن تدمروا القصر تدميرا كاملا، هل فهمتم ما أقول؟ والآن استعدوا للطيران.
خذوا أماكنكم. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، لا أقدر عليهم جميعهم. افتحوا الأبواب. ابدأوا بالصعود لنرى ماذا سيحصل. ماذا؟ من فعل ذلك؟ كوكا الفتيل المشتعل. ماذا يجري؟ ماذا يحصل؟ ما هذا؟ يا شنتا افتح باب السجن. هاي اصبحتم احرارا، اخرجوا جميعكم. هيا. شكرا لك سيد ساسوكي. ايها الوغد سانتقم منك. انه رئيس الوحوش. لم يبق سوى هذا المنطاد. كورو! كوكا الطائر الناري! سيدي ماذا نفعل؟ لا تخافوا منه، إنه مزيف، أطلقوا عليه النار. سيدي الطائر اختفى وراء المنطاد، لم نعد نراه. وقع في الفخ، اطلقوا عليه نار الرشاش. يا شنتا من اين اتيت بها؟ طائرة بدون خيوط ليست كائنا حيا، لكني لا أنوي أن أدعهم يقتلونني. حسنا دعني أهتم بالباقي، انزل أنت وانتظرني شنتا. هيا. لا أريد أن أنتقم منهم بيدي، هل تسمع؟ هيا بنا إذا. هيا. نار اقضوا عليهم. يمزقون لحمنا ونحطم عظامهم، هذا أسلوب الكوغا. كوغا الطائر الناري. هذا رجع. ساسوكي أين العدو؟ العدو؟ عمن تتكلم؟ ماذا؟ طلبت من سايزو حراسة البرج وأسرعت إليك يا ساسوكي. لست جدا، هربت لأن المكان مرتفع. ماذا؟ لا تقل ذلك لأحد يا ساسوكي، لا تقل ذلك. سأقول. ساسوكي اسكت، أرجوك اسكت.